مرحبا. صدام حكم العراق تقريبا 35 سنة، من 68 إلى 2003. هناك جيل بالعراق ما عرف، يعني ولد عاش توفي قتل أو استشهد ولم يعرف غير صدام ونظامه. هناك معسكرين بالعراق لا ثالث لهما، يعني ثالث ضئيل جدا. معسكر يحبه حتى التمجيد، ومعسكر يكرهه حتى الشيطنة، ومعسكر يرى الأمور بأكثر عقلانية. وأي من الطرفين لا تستطيع تغيير رأيه، يعني محال. العراق في زمنه دخل في حروب، سميها ما شئت، عبثية، دفاع عن وطن، بوابة، دفاع عن بوابة شرقية، ثلاثة غزو الكويت، حصار، إلى 2003 بتدخل أمريكي مباشر أسقط صدام ونظامه، خسائر ربما مليون بشر، وتأثير ذلك يعني اجتماعيا نفسيا على المجتمع، على العائلة وعلى الفرد العراقي. خسائر بمليارات الدولارات، إن كان ما كان في خزينة العراق، وثم الاستدانة لإدامة ماكينة الحرب. دمرت البيئة، أوقف التطور، ثمن غالي جدا جدا. يعني تجربة تاريخية مريرة بكل المقاييس. مو مفروض ندرس التجربة هذه، نحللها الأسباب. مثلا يعني صدام شلون وصل للسلطة؟ كيف انفرد بها؟ كيف غابت المعارضة وغيبت؟ أسباب الخارجية الأخرى اللي ساعدته بالوصول وحتى البقاء بالسلطة. على الأقل محاولة أن نفهم ما جرى، على أمل أن نتفادى تجارب مريرة أخرى كهذه. دراسة قد يجب أن تكون أكاديمية بعيدة عن أي عواطف، يعني كره وحب، دراسة بالأرقام وبالحقائق، نمكن بين قوسين حقائق. أنا متأكد الجامعات العراقية بها كوادر أكاديمية متمكنة جدا، إن كان على صعيد دراسات قانونية، سياسية، علم اجتماع، اقتصاد، تاريخ، نفس، يستطيعون القيام بالمهمة. لكن أعرف كذلك أن المناخ السياسي بالعراق الآن لن يسمح بذلك. وكأن التضحيات كل هذه اللي راحت ستكون هباء إذا تكررت التجربة، جريمة لن يغفر لنا بها التاريخ. أعرف دراسة على الأقل وحيدة اللي شايف أو قاريها هي لحامد الحمداني بثلاث أجزاء، يتكلم عن اللي عمله صدام بإرادته أو غير إرادته، يعني أفاد الآخر العدو منها أنه أفشل الوحدة مع سوريا، أوقف الثورة الإسلامية، استأصل الشيوعيين، ونقطة أخرى أنه أراد أن يقوم بدور يعني الشاه كقائد المنطقة أو كشرطي. نحتاج دراسة متأنية، وإلا الخوف التجربة تتكرر. تحياتي.